يعطيكم ألف عافية. إحنا إن شاء الله بهلا بالمحاضرتين، محاضرة اليوم والمحاضرة القادمة، هناخد الجزء الأخير من مادة حساب الكميات، وهي حساب الكميات المتخصصة بما يعرف بالفينيشينج أو الفينيشز، اللي هي فينيشينج وورك، أو عبارة عن الفينيشز أو التشطيبات. هناخدها بالتفصيل، وبعد هيك نحن هننتقل إن شاء الله للأونلاين لكتشرز. هي بتكون ما فيها بكون حضور وجاهي، وأنا هي مادة المواصفات وأما مادة العقود. بالإضافة إنه حيكون في عنا بعض المحاضرات هنعملهم أوف، بحيث إنه تكون في مجال إذا تكونوا موجودين في الجامعة بدي كل جروب يجتمعوا مع بعض، بس على أساس إيش تعملوا، تمشوا بالمشروع أو تاخذوا تنجزوا بالمشروع. هذا الشيء مكثف ونتفق عليه لاحقا. ناخذ هلا نحن بنحكي عن حساب الكميات المرتبط بالمرتبط بالتشطيبات. وإذا بداية نحن نحكي بشكل عام، نحن بالمحاضرات السابقة كنا تحدثنا عن حساب كميات لحجوم خرسانية، وأيضا بالنسبة لحساب الكميات لكميات ستيل، أو عبارة عن ستيل ويت. ففعليا إذا نحكي نحن calculations of the concrete volume and steel weight are the calculations for the main structural member. Any structural member هو بيكون any member بيكون has structural function، له وظيفة إنشائية، حيحمل لود حينقل لود، له تصميم حيصمم concrete and steel. فنحن already أخذنا main construct أو main structural members من slab، من beams، من columns، من walls. تعرفنا على type beam والgrade beam، footings بأشكالها، وأيضا تعرفنا على أنواع أخرى مثل الستير مثل water tank. هلا بشكل عام نحن اذا ننجز فعليا حسابات الستيل وحسابات الكونكريت، بيكون هذا الجزء الاكبر فعليا من حساب الكميات. وعاده اذا نحكي كتنفيذ في الموقع، لما يتسلم عنا اي مشروع اللي هو قائم باعمده وجسور على فرض ودرج، ايش بيحكوا بسموه؟ تم تسليم البناء على العظم، او تم تسليم البناء كهيكل. وايش بيكون بهاي الحاله عندنا نحن؟ هو الستراكشر، أعمدة جدران مسلحة، على فرض في عنا قواعد، في عنا أسقف، في عنا درج. الجزء الثاني بعد انتهاء من بناء الهيكل، إيش ندخل نحن في التشطيبات. فمثلا إيش حيكون في عنا مثال على التشطيبات؟ stone walls and hollow block walls، جدران الحجر والطوب بأشكالها إيش تعتبر جزء من التشطيبات. لك على فرضا ممكن نحكي لك تم تسليم البناء مقطع أو غير مقطع، يعني في قواطع من الداخل أو ما في، وهي جزء من اللي حتكون من التشطيبات. طبعا the stone walls هي الواجهات الخارجيه، وحنشوف نحن كيف حنحسب كميات لواجهه حجر. واذا بنحكي hollow blocks wall، بنحكي نحن عن ايضا ممكن يكون external wall خارجي، وايش ممكن يكون partitions او internal walls. هلا في عندنا plastering and painting، وهي كل شيء بخص الكساره والدهان. وطبعا نحن هون بنحكي، اذا بنحكي عن الدهان بنحكي نوعيات، بتكلفه، بديكورات محدده، كل شيء له سعره وكل نوع له سعر محدد. بس نحن اللي بهمنا نحسب، لو بدنا نحن فعليا نحسب الكوانتيتي، الكمية نفسها، كيف ممكن نحسب كمية على فرض لأي غرفة سواء كانت دهان أو كسارة. هناخذ تايل أند ماربل، أو بشكل عام كل شيء بخص عمليات البلاط، أو مستخدم البلاط، أو ما يعرف إحنا فينا نستخدم أيضا على فرض نحكي عن الرخام، أو أي نوع من أنواع الحجر كأرضيات أو ما يسمى بالبراطيش، أو حتى إذا نحكي عن الباركيه. هلا اذا بنحكي نحن عن التيبلز، اوكي قبل اوكي نوضح نحن التيبلز اللي حنتعرف عليها كحساب كميات. ايش راح ناخذ؟ حناخذ بدايه هول بلوك وولز، فحنتعرف اذا كان في عندنا على فرض اكسترنال اور انترنال. هون حنشوف اشكال الوولز. حناخذ البينتينج اند بلاسترينج، وكمعلومه الكوانتيتي الايريا اللي بنحسبها للبلاسترينج هي ذا سيم كوانتيتي تماما للبينتينج، يعني ايش ما بتبصر ايش ما بتدهن بالنهايه. بس حنشوف كمان كيف احنا حنحسب هاي الكميه بلاسترينج اند بينتينج. هلا الجزء اللي بعده حيكون التايلز سكيرتينج اند سيلز، اللي هي براط الارضيات، البانيل. هلا نشوف شو يعني بانيل، سيلز البراطيش، هذا كلياته حناخده. واخر جزء بدنا نحكي عن الحجر، الاحتمال ما يكون في عندنا جدار من الطوب وانما جدار من الحجر. هذا حناخذ ان شاء الله بالتفصيل كيف حناخذ حساب كميات. ونبلش اول شيء بالهولو بلوكس. The hollow block is one of the main construction material used in different members of the building. واذا بنحكي البلوك كبلوك، ايش بنحكي عن هولو بلوك؟ بس بدنا نميز نحن في عندنا الهولو بلوك فور ذا بارتيشنز، وفي عندنا الهولو بلوك المستخدمه في السقف. هلا اوريدي اللي في السقف عاده بسموها هولو بلوك ريبس، بس حتى يميزوها، او هول بلوك فور ذا ريب سلاب.
في هلا عادة الهولبلوك المستخدمة في الجدران عادة إيش بيكون؟ بلوك 10، بلوك 15، بلوك 20، وهي سماكتها، كم بتكون سماكتها؟ البلوك المستخدم في السقف عادة إيش بيكون؟ بيسموه بلوك 18، بلوك 24، إيش بيكون؟ ارتفاعه. هذا إذا بنميز بينهم. هلا إن شاء الله، وعليكم السلام. إن شاء الله نحن لما نأخذ المواصفات أو نوصل للمواصفات بدنا نأخذ أو نحن نأخذ فكرة كمان عن ما يسمى بالهولو بلوك، سواء كان للسقف أو نحكي عن البارتيشنز. هلا نحن رح نحكي عنه في حساب الكميات، إيش نحكي نحن عن القواطع أو وجهات البلوك الخارجية، فهذا اللي نتحدث عنه بالنسبة للبلوكس. The hollow blocks are used in وين ممكن يتم بناهم. The partitions between halls in the same بتكون apartment or between apartments، يعني داخل المنزل أو الفاصل ما بين كل شقة وشقة أخرى أو كل بناء وبناء آخر. ممكن تكون هي عبارة عن external اللي هو fences of the building، أسوار الخارجية، هذا ممكن يكون block. ممكن يكون في عنا اللي هي external walls أو face walls اللي هو البناء، جدران البناء الخارجي. هلا إذا بنحكي نحنا for the quantity، quantity of hollow blocks is calculated in square meter or calculated by area. وبشكل عام كل الفينشينج إيش هنحسبهم لكوانتيتي باي أريا. تتذكروا بداية في مقدمة الكوانتيتي سيرفينج أخذنا إنه بعد اللي بيكون عندنا الميمبرز إيش بنحسبهم باي فوليوم، بعدهم باي أريا، باي ويت، باي أيتم. فالفينشينج بأشكالها تحسب باي أريا. حتى إذا بتحكي أنت كنت كصاحب منزل حتحاسب أنت العامل كيف العادة بتحاسبه؟ على متر المربع، فالكسارة على المتر المربع، البلاط على المتر المربع، البلوك إيش كمان على المتر المربع، فكل هذا الشيء إيش بتم حسابه على المتر المربع. هلا إذا بنحدد نحن الكوانتيتي this is the area. طب how to compute the, على فرض the total number of hollow blocks، يعني عدد البلوكات، يعني أنا فعليا لو بدي أخذ طلبية من البلوك كيف كني أعرف the number of the hollow blocks؟ Number of hollow blocks you needed in a wall equals the total area over the individual surface area for each block. قديش الاريا منقسم فعليا على الواجهه او surface area للبلوك حيعطينا بالضبط كم النمبر اوف ذا بلوكس. لكن هناك استثناء بحساب البلوكس وهو البلوك المستخدم في السقف، بحيث انه عندنا في الهول بلوكس اوف ريد سلاب ار كوانتيفايد باي نمبر. البلوك تبع السقف ايش بالعاده؟ ليست بالاريا وانما ايش تم حسابها بالحبه. فاذا بنحكي عن الفروقات البلوك السقف وبلوك الجدران، على كيف ايش التابل اللي حنستخدمه نحن لحساب الكميات؟ هو تيك اوف تيبل. اوكي، التابل اللي حنستخدمه هو تيك اوف تيبل، بحيث this is the item على فرق. ممكن نحكي وول، ممكن نحكي سيلينج مثلا عباره عن سقف، ايش بدنا نعمل؟ ممكن يكون في عندنا external wall، بنحدد ايش الايتم، اليونت ان متر سكوير، وكمان بنحكي اريا، ايش بيكون في عندنا؟ two dimensions. الدايمنشن ايش ممكن يكون؟ طول في عرض او طول في ارتفاع، أو ممكن يكون عبارة عن طول في thickness مثلاً. فكل حسب المنبر نحن بنحدد الأريا. unit product number of the units، المقصود إنه على فرض في عنا تكرار بنفس same dimensions. summation of quantity lesses. هلا بالfinishing lesses جداً مهم. ليش؟ لأنه نحن بأي جدار، يعني عادة إذا بدك تحسب أنت كمية البلوك لأي جدار أو لدهان أو لكسارة على سبيل المثال أو حتى الحجر مثلاً، هذا اللي حنحكي الجدار الموجود عندنا إيش في عنا؟ two doors. طبعاً الليسز إيش هم بالنسبة لنا؟ هم الأوبنينجز. لك بعد بالمعظم إنه بمعظم الوالز إيش بيكون في عنا؟ the openings. لك إذا فعلياً نحكي the area of whole block wall equals the internal length of the wall times the internal height of the wall. وبدنا ننتبه في حسابات، كل حسابات بالنسبة للبلوك بهم internal dimensions. internal dimension بيكون يعني من وجه العمود لوجه العمود بالداخل. والإنترنال هايت، انتبهوا كيف حنحسب الإنترنال هايت؟ between floor surface and bottom of the slab، يعني بالضبط من الأرضية إلى السقف تماماً، كل شيء بالبلوك فعلياً. لأنه بمعنى آخر السلاب أوريدي، هل بتحط أنت بلوك على السلاب؟ ما بتتلبس السلاب بلوك. وإذا بنحكي على الأرضية أوريدي، إحنا إيش بنبلش؟ من مستوى أرض البناء، يعني وين بتكون اللي هي أرض الفلور أو الطابق. ماينس إيش هيكون في عندنا بهالحالة؟ لسس. وكمنا بنحكي نحن الاريا او الكوانتيتي بتكون باي اريا، ايضا اللسز ايش حنحسبهم؟ باي اريا، بمعنى اخر مساحه اي شباك او مساحه اي باب. هذا اذا بنحكي بالنسبه للتيك اوف تيبل. The whole block wall is determined for a single room or a long an axis، يعني فعليا اما بنحسب كل غرفه على حده او فينا نحكي a long axis، يعني فينا مثلا ايش نحكي a long axis AA، يعني على فرض هذا الجدار على امتداد الاكسس AA ايش بدنا نحسب؟ الكوانتيتي فور هول بلوك. باختصار بهم نحسب الانترنال هايت الانترنال لينكس طبعا، وناخذ بعين الاعتبار ايش نتذكر؟ the openings، ننتبه كم شباك وكم باب.
هلا the thickness of hollow block is important. So the quantity of the area بتكون the area نحكي the quantity for the area of wall بتكون with the block thickness 10 سنتي هي فعليا مختلفة عن quantity for hollow block or for hollow block wall of a block of 15 سنتيمتر. ليش؟ لأنه بلوك 10 تكلفته مختلف عن بلوك 15. فكحساب كميات طبعا احنا بناخذ احنا حساب كميات كارقام، اذا بدنا نجهز البيل في كوانتيتي او الفاتوره ايش بتكون بهاي الحاله بدنا نوضح هون عندنا بلوك 10 وايش الثاني في عندنا بلوك 15، فبدنا ننتبه على هذا التفاصيل. هذا اذا بنحكي بالنسبه للهول بلوك ناخذ اشكال الهول بلوك وولز مثل ما حكينا. الحاله الاولى بتكون هول بلوك اند ستون، وحاليا اللي هي بتكون المودرن ميثود ان كونستراكتنج ذا ستون وولز اشي بسموها تلبيس الحجر، يعني الواجهه الداخليه هي بلوك عادة ممكن تكون 10 يعني بلوك 10 سنتي، الواجهة الخارجية ايش بتكون ستون الحجر، نحكي عن الحجر الأردني وإن شاء الله نحن بتوبك المواصفات حنتحدث أيضا عن مواصفات الحجر الأردني. هلا between the block and the stone ايش بالعادة ممكن يكون في عندنا plain concrete أو ممكن يكون plain concrete with an isolated material. مثال على ذلك ايش ممكن يكون عندنا البولسترين اللي هو مثل الفلين، وايش ممكن يكون عندنا اللي هو عبارة عن الرك وول أو ما يسمى بالصوف الصخري. هلا بالاغلب مينيمم بيكون الثيكنس اوف ذس وول هو 25 سنتيمتر، اقل شيء 25 ممكن يكون 30. هلا هون لو انا بدي احسب كميات هون فعلا كيف ححسب كميات؟ ححسب الهول بلوك على حده، ححسب الستون على حده، وايش ححسب ايضا؟ البلين كونكريت. طبعا هلا ان شاء الله نحن لما نوصل على الستون حنوضح على الفرض كيف حنحسب الكوانتيتي اوف ستون وول. هلا اذا بنحكي عن الشكل الاخر كافيتي هول بلوك وول، هذا إذا كان الواجهة ما بدنا نلبسها حجر وإنما إيش بدنا نعمل؟ عزل للبناء. من أحد طرق عزل الجدران بحيث نحن نحافظ نعمل عزل إيش هي ما يسمى cavity wall. إيش يعني cavity wall؟ هي عبارة عن two layers of a block، بتكون two layers of hollow block with the space in middle، أو هي بتكون in between بالمنتصف. بالأغلب بيكون الـ outer layer بتكون 15 سنتيمتر كبلوك، الانر بتكون 10 والسبيس إيش بيكون بعادة 5 سنتيمتر. هلا اذا بدنا نعمل عزل رطوبه يفضل ايش هذا السبيس يكون فارغ تماما بحيث انه الفراغ يعتبر او السبيس ايش يعتبروه يعتبر افضل طرق العزل لعدم نقل الرطوبه نهائيا. هذا اذا بنحكي عن الرطوبه. طبعا نفس الشيء اذا كنا بدنا نعزل حراره على فرض يكون في عندنا عزل اصوات وعزل حراري ايش ممكن نضيف اي نوع من الايزوليتد ماتيريال بهذا الشكل. هلا عاده هذا النوع من الجدران يعني اس كافيتي وول يفضل انه ايش يكون يثبت اون جريد بيم. ما بتتذكروا احنا سابقا حكينا ايش هو الجريد بيم وكيف نتعامل عاده مع الجريد بيم. وايضا اذا بنحكي لجدار الحجر اذا ما كان عندنا بيلينج وول فلازم ايش يكون في عندنا جريد بيم او جسر ارضي. الشكل الاخير من الهول بلوك ايش بتكون البارتيشنز ايش بتكون؟ بتكون بين ذا رومز. فهنا بدنا نوجد الانترنال لينكس انترنال هايت وايش ناخذ بعين الاعتبار اذا كان في عندنا اللي هم الليسز او الاوبننجز. على فرض ممكن يكون في عندنا ابواب. هلا بس كتنفيذ نحكي عن التنفيذ عاده في اول يوم يتم تنفيذ اول كورس. كورس هو الهوريزونتال لاين اوف بلوك الصف الافقي بسموه الميد ماك. فعاده بيتم تثبيت اول ميد ماك. بعد هيك بنفس اليوم at the same day بيكون بشكل متواصل يسمح ببناء 6 بتكون كورسز ات ماكسيمم ليميت يعني 6 متواصلين. هيك بتلاقي ايش بيعملوا بيلفوا البلوك على محيط البناء وثاني يوم ايش بيرجعوا بيعملوا بيكملوا البلوك. هلا مثلا الحجر ايضا في له ايضا ليميت والحجر يعتبر اثقل من البلوك، فحدا بيعرف كم مدماك مسموح باليوم الواحد؟ ارتفاع متر اعتقد هو ارتفاع 80 سنتي تقريبا اللي هي تقريبا يعني بيطلع 3 مدميك لان الحجر الاردني ارتفاع 25 مع الفواصل تقريبا حول 80 85 بيطلعوا بهذا الشكل. فبالضبط هي بتكون 3 مدميك عاده بالنسبه للحجر لان الحجر اثقل من البلوك. For plastering and painting. نفس الشيء for plastering and painting نحن بنحتاج على إيش؟ بنحتاج الانترنال بتكون بهي الحالة إيش بحتاج أيضاً؟ internal dimensions بالعادة يعني إذا نحكي for the painting. وإذا بدنا نحكي عن حساب الكميات بس كمعلومة على أي جدار بتحسب area for the painting فهي بالضبط the same area for the plastering. تمام هي the same area لكن مع اختلاف إنه هنا في كسارة وإيش هلا هنا يكون في هناك بالاتجاه الآخر في عندنا دهان. إذا بنحكي عن حساب الكميات بالنسبة للبلاستيك. The plastering is a building material used for the protective and decorative coating of walls and ceiling.
عبارة عن مجموعة 3 طبقات، وإذا بنحكي عن دكسارة فهي الشبريز أو رشة المسمار، الطبقة الثانية هي عبارة عن الخشنة أو البطانة، والطبقة الثالثة هي الناعمة أو الزهرة، وهي أحد طرق عزل الجدران. يعني إذا بدك أنت تعزل الجدار من الطوب عن الرطوبة، إيش اللي بيكون في عنا؟ هي عبارة عن الكسارة، بالإضافة إنها إيش هي عبارة عن؟ عبارة عن عملية تجميلية للجدار أو للسقف، بحيث إيش نحصل على بعد هيك تشطيبات أخرى. هلا إذا بنحكي for the plastering، the plastering is applied to the wall in several layers. The contents of each layer differ from the others. حكينا 3 طبقات. إن شاء الله أيضا في المواصفات بدنا نحدث عن السمنتي بلاسترينج أو الكسارة الإسمنتية. The quantity of plastering is computed by area. The area is computed as internal area of the walls and ceiling of each individual room. مو شرط أي روم تكون نفس مساحة الروم الأخرى، وبدنا نأخذ بعين الاعتبار in considering the exists بتكون of the openings. ننتبه على وجود الشبابيك أو الأبواب. بشكل عام أي جدار بيكون مهم عنا إنه أي فتحة شباك أو أي فتحة باب. هلأ إذا بنحكي في عنا هلأ total area of plastering for any room، يعني مثل غرفتنا هاي، إيش حتكون في عنا؟ 4 جدران وسقف. فبتكون فالnet area of the walls internal length of the wall times the internal height of the wall، هي مرة أخرى from floor surface to the bottom of the slab minus area of opening. هلا بالسقف عادة ما بيكون في فتح، بالسقف في الوضع العادي ما بيكون أي فتحة، فبالتالي بتكون عبارة عن internal length of ceiling في internal width، إيش بتكون؟ عرض في طول الغرفة، لأنه السقف نفس الغرفة. هلا أيضا لازم ننتبه كيف هناخد كل هاي الدايمنشنز بشكل عام. كل التفاصيل بالنسبة للفينيشينج نحن بيكون بحاجة إلى الأركيتكتشرال بلان، اللي هي عبارة عن المخطط المعماري أو التقسيمات الداخلية للبناء، بالإضافة إلى الإليفيشن سيكشن اللي هو المقطع الارتفاع. ليش؟ لأنه بهمنا نعرف وين مستوى البلاط، وين مستوى السقف، هاي التفاصيل بتهمنا في الحسابات. هلا for the painting، هلا كأريا هي تماما نفس حساب البلاسترينج تماما. كتكلفة هذا الشيء بيختلف من نوع دهان إلى نوع دهان آخر. النوع الشائع وبكثرة إيش هو اسمه؟ أمانشل تيب. نحن نسمي دهان الأمانشل، هذا اللي النوع الشائع أكثر، وهو عبارة عن ماتيريال، بتكون ماتيريال بيس ماتيريال. إيش بالعادة بضيفوا ووتر بنسبة محددة، إيش حتى نعمل يحصلوا على مزيج، نوعا إيش يكون النزيج ليكويد، ويكون على فرض اللي بيكون ليكويد وسهل استخدامه، باستخدام اي اللي هي اي فرشاه حتى يدهنوا. هلا مع اضافه اي صبغه ايش اللي بيصير؟ نحصل على الوان متعدده. طبعا احنا اذا بنحكي عن الاردن مثلا، عندنا كثير انواع. هلا قديما كان الناشونال مثلا، دهان الناشونال موجود بكثره. حاليا في عندنا الديلوكس، يعتبر من افضل الانواع مثلا. جاتن على فرض كنوع عالمي هو من أفضل الأنواع على الإطلاق، وطبعاً هلأ ننتبه إنه كل نوع إيش تكلفته بتكون مختلفة. هلأ غير الأمانشل تيب في عندنا أنواع أخرى من الديكوراتيف، نحكي بينتس، مثل خلينا نأخذ الأسماء الشائعة، ممكن تسمعوا بالأنتيكا، بالتوشينتو، في الستوكو، في كتير تسميات، وهذه التسمية عادة بتكون حسب الشكل النهائي. فمثل أورجيكم هذه الصورة، هذا مثلاً بسموه التوشينتو. التشنتة وإيش بتكون؟ استخدام مالج، النوع الدهان بيكون مختلف عن الأمانشن، بتكون كثيف نوعا ما، بتحكمه أيضا هو عادة بيستخدم الكمبيوتر حتى يحصل على هذا الخلطات بنوع محدد. وإيش بالعادة بيعملوا؟ اللي هي تموجات. في شيء بيسموه الأنتيكا، الأنتيكا أوريدي بيكون داخل الدهان في إيش مثل البذور، أو فيه مثل فيه الفرزات، فلما تبقوه إيش بيعطيك الجدار؟ كأنه إيش فيه بذور موجودة بكل مكان. في الستوكا، الستوكو إيش بيكون بهاي الحالة؟ أيضا بيستخدموا المالج، لكن بعد هيك إيش بيعملوه؟ بيعتبروا الطبقة اللي هي فيها الطبقة فيها اللمعان، فإيش بصير في عندك؟ مسكون مثل الرخام تماما. وفي عندنا طبعا كتير أشكال من الدهان، اللي هي أنواع اللي هي بتكون ديكوريتيف. عادة بشكل عام التشطيبات هي بتكون the choice of the owner، يعني المالك نفسه كيف هو بحب تكون التشطيبات. لكن تكلفة التشطيبات ما في شيء محدد، هي بتكون من رقم حسب النوع إلى أي رقم بيكون حتى لو تكلفة. فحين ممكن تكون التشطيبات مكلفة جدا، بتكون إيش موازية تماما لتكلفة البناء نفسه. إذا إيش بدك تستخدم فعليا ديكوريشن بأشكال، وبتكون بتكون بتكاليف عالية. هلا إذا بنرجع بس مرة أخرى للمنشل تيب، مثل ما حكينا البينتينج تايب أند كلر إز ذا سبيشال تشويس أوف ذا أونر. The cost of paint varies from one type to another and from one decoration to another. فان إيش بختلف عنا؟ نوع الدهان already مع نوع اللي هو الآخر.
هلا نحن هنحكي بس بشكل عام انت كيف بدك تحسب كم كميه الدهان بكميه علب الدهان نمبر اوف ذا كانز. فعلى فرض هاي الغرفه كم علبه بتحتاج، انا بعرف ايش بدي اعرف انه كم سعر الدهان اللي بدي ادفعه بالاضافه الى ايش اجر يد العمل. هلا خلينا نحكي عن الامانشال تيب على فرض انه هذا الدهان كثير شائع، يعني اي منزل ايش بيكون في بالعاده عندنا هذا النوع من الدهان. عاده يتم تنفيذ هذا النوع من الدهان على ثلاث طبقات، بيحكوا لها طبقه الاساس، الطبقة الثانية والطبقة الثالثة، حتى نحصل على كواليتي جيدة كشكل نهائي، وإيش كمان نحصل على لون جيد. هلأ إذا بنحكي تقريبا نحكي for each can of 3 liters، يعني على فرض عندنا سعة علبة بثلاثة لتر. هلأ في عندنا first layer second layer and third layer. هلأ تقريبا كل علبة للفيرس أو الطبقة الأولى بتغطي 30 متر مربع، في الطبقة الثانية كل علبة بتغطي 40 متر مربع، في الطبقة الثالثة كل علبة بتغطي 50 متر مربع. فمثلا لو بدي أعرف أنا كم total number of the cans، يعني قديش بدي أعرف كل number of the cans، بتكون كالآتي. نأخذ for this example calculate the cost of paint, cost of painting for a room of total area equals 74 meter square. بس نحكي عن total area، ايش التوتال اريا؟ كيف حسبناها التوتال اريا؟ هلا التوتال اريا هي عباره عن مولز وايش ايضا سيلينج. اوكي باخذ بعين الاعتبار ايش ناخذ الاوبننجز، فهذا بنحكي ايش في عندنا جدران وايضا سقف. هلا المقصود هلا غرفه على فرض مساحه جدرانها مع سقفها 74 متر مربع، بدي احسب كم علبه دهان حتى انا اطبق ايش دهان الامانشن بثلاث طبقات. فاللي حنعمله كالاتي، حكينا أول شيء first layer، نبلش بالفيرست. حكينا كل واحد كان قديش حتغطي 30 متر مربع، فرضا كم number of the cans إذا بدي أغطي كم؟ بدي أغطي 74، فهتكون عبارة عن 2.47. وانتبه هون أنا ما حعمل تقريب لأنه بالنهاية العلبة اللي بتنفتح إيش بالله بضل تستخدم بشكل مستمر. هلأ إذا نحكي for the second layer، نحكي for the second، حكينا each can كم بتغطي 40، فكم number of the cans حيغطوا على فرض 74، but this is for the second, this is for the third، مجموعها معك ككل 5.8. أكيد نحن إيش بناخذ بالعادة كأرقام صحيحة، يعني 6 علب أو 7 أو ما إلى ذلك. على سبيل المثال لو كان ثمن العلبة الواحدة 5 دنانير، فهون قديش بدنا كمية دهان حتى نغطي الغرفة؟ 30 دينار. فهذا على فرض كفينا نحسب عدد أو عدد علب الدهان. هذا بعض الصور مثلا اللي موجودة، فهذا على فرض امانشن تيب هذا موجود، لكن ايش بيكون مضيفة لصبغة بنسبة محددة. فمثلا هون فيهم يستخدموا اللون الأحمر، إضافته بنسبة فينا نعمل درجات الوردي حتى نحصل على الأحمر، فهي تحكم فقط بالنسبة. يعني ممكن الخلط يكون يدوي، ممكن ايش الخلط يكون باستخدام كمبيوتر، بحيث بالضبط يكون في نسبة محددة بضيفوها حتى يحصلوا على لون محدد. هلا نحكي الجزء اللي بعده tiles, skirting and cells، يعني بلاط الأرضيات البانيل، وإذا نحكي عن أيضا البراتيش. هلا نحكي بداية عن tiles والskirting. The tile is the final professional decoration for floors with different materials. ماربل على فرض، ممكن نستخدم السيراميك، ممكن الباركي أو التيرازو تايل البلاط العادي. فإيش بتكون؟ تجميل للأرضيات. هلا بأي غرفة عادة بيكون الـ total area of the tile هي عبارة عن الـ ground tile، يعني بلاط الأرضية، وإيش المحيط بيسمى؟ بانيل. إذا بنشوف بعض الصور للبانيل، إيش هذا هو؟ هذا البانيل، وهذا إيش عندنا هون؟ هذا البانيل. هلا هذا بلاط الأرضيات بيكون، وعادة البانيل إيش بيكون أيضا؟ من نفس النوعية، بتكون بانيل. البانيل عادة تقريبا بيكون ارتفاع 7 على 10 سنتي ارتفاع البانيل. هلا يعني بتكون سماكته هي من سماكة البلاط، بالإضافة إيش للماتيريال اللي هي المورتر اللي بحسبتوها، أو اللي بيستخدموا أنواع حاليا في أستارز بيستخدموا اللاصق اللي هي ستوك، مش عارفة إيش اسمها، في مادة على ما أعتقد اسمها ستوكو أو إشي تاني، اللي إيش بتكون مادة قوية وهي لاصقة زي هيك للباركيه للبلاط أو أي نوع آخر. هلا كحساب كامل بدنا نحسب نحن أرضية البلاط، وبمعنى آخر إيش بدنا نحسب مساحة الغرفة، وبدنا نحسب البانيل، ونأخذ بعين الاعتبار إيش يكون في عنا أي opening. وهنا في عنا باب، وهنا إيش في عنا كمان، هذا أيضا إيش في عنا فتحة opening، لأن إيش بيتم خصمهم فعليا من قيمة أو من السكيرتينج. نحكي بالنسبة للبلاط اللي جراند تايل،
هلا the scaffolding is a part of the tile distributed around the room to protect the tile from painting and to protect the corners of the room. هي فعليا حماية للجدار نفسه فعليا وأيضا إيش بتكون زوايا الغرفة. كيف بدنا نحسب نحنا الأريا؟ نحكي بالنسبة للأريا. هلا area of the tile بتكون internal length of the room في internal width of the room. يعني هاي الغرفة اللي نحنا فيها إذا بنحسب كمية التايل إيش بتكون فعليا؟ من الجدار إلى الجدار ومن الجدار إلى الجدار البعدين. بالنسبة للبانيل، البانيل أيضا يحسب بواحد متر مربع أو باي أريا يعني، لكن مش المقصود بالأريا عبارة عن ارتفاع وطولة، بحيث إنه كل 2 متر طولي من البانيل كم يعبر عنها؟ 1 متر مربع. وبدنا ناخذ بعين الاعتبار إيش ناخذ؟ الأوبنينج. مثال على ذلك بدنا نحسب إيش نحسب محيط الغرفة كاملة، حنستثني هون إيش حنستثني؟ وجود بابين. بعد هيك حنحكي إنه كل 2 متر طولي هم 1 متر مربع، كم حيكون عندنا التوتال أريا؟ حتى العمال لما يحسبوا إيش بيحسبوا كتكلفة؟ إنه كل 2 متر طولي إيش بيحسبهم؟ كمتر كسعر أو بنحكي كتكلفة. فهون حيكون الـ area of the ground tile مثل ما حكينا internal length في الـ internal width. الـ area of the skirting عبارة عن parameter of the room minus width of the doors over 2. مرة أخرى كل 2 متر طولي قد ايش حتعطيني؟ 1 متر مربع. فالـ total area of the tile ايش بتكون؟ عبارة عن the skirting plus the tile. فلو فرض لو كان مطلوب منكم ground tile ايش بتحسبوه؟ فقط الأرضية. لكن الـ total area of the tile لا تنسوا ايش ناخذ بعين الاعتبار؟ ناخذ الـ skirting أو البانيل. لك استخدامات أخرى. استخدامات أخرى للبلاط أو على فرض الرخام أو ممكن يكون حجر بعض الأحيان. إيش في عنا؟ السلز. إيش هي السلز؟ برطوشة. نحكي عن البرطوشة كصورة حتى تكون واضحة أكثر. برطوشة عادة بتكون قطعة من الجرانيت أو الرخام توضع أسفل الشبابيك، بحيث أول شيء بنحافظ أو نحصل على سطح مستقيم أسفل الشباك، وهي جزء أيضاً للتخلص من مياه الأمطار أو drainage of the water، سواء كنا بنحكي مياه متراكمة بسكة الشباك أو على البرطوشة نفسها لحماية الجدران. نحكي عن أبعاد البرطوشة أو السل، طولها من طول الجدار، طولها من طول الشباك كم حيكون طولها؟ فالشباك طوله 2 متر، كم بتكون البرطوشة؟ تماماً 2 متر. هلأ سماكتها كسماكة، هاي سماكتها 5 سنتيمتر، سماكتها عادة 5 سنتيمتر. عرضها بتكون عرض الجدار، يعني من عرض الجدار للبلوك أو الحجر على الحالتين، عرض الجدار بلس 2 سنتيمتر للخارج أتليست، على الأقل إيش بيكون بروز 2 سنتيمتر. عادة مين بيثبتها؟ إما عامل البلاط أو القصير، يعني عامل القصارة إذا ما قدر يثبتها، بحيث بيثبتها وإيش بيخلي للخارج؟ فيها مليان جدا بسيط. حيث كل المياه طبعا اذا ما طلع على سكك الشبابيك، ايش سكك الشبابيك يكون فيهم؟ مصافي او فتحات، اي مياه بالامطار او حتى اذا نحن بنطبق غسيل للشبابيك ايش لا نتخلص من مياه الامطار بشكل سهل او من المياه بشكل عام. على كيف بدنا نحسب هلا السلس ايش بتحسبها؟ ايضا باي اريا، فايش بتكون؟ هي طول في عرض. مره اخرى حتكون بيكون عندنا اللينكث هو لينكث اوف ذا اوبننج، والويدث كيف يساوي؟ كيف يساوي عبارة at least بيكون more than the thickness of the wall by 2 سنتيمتر. على الزيادة إيش بنضيف؟ فإذا كان الجدار 30 على الأقل أقل شيء إيش ممكن تكون العرض؟ 32 سنتيمتر. هذا بالنسبة للسل. آخر جزء بدنا نحكي على الستون. الستون وول هنا حسابته مختلفة عن البلوك، لأنه هنا بالستون وول بهن الإكسترنال دايمنشنز وليس الإنترنال. ليش؟ لازم نحكي في عندك انت عمود، العمود ما بينحط عليه بلوك، لكن هل العمود بيتلبس حجر؟ نعم بيتلبس حجر. هيك بيكون نحكي عن بالنسبه ل نحكي عن الحجر. Stone are major construction material that has been used since early days of civilization. فعليا هي استخدام الاول او بدايه استخدام اي وجود للجدران ايش كانت؟ هي من الحجر. طبعا نحكي عن الحجر ايش وضعه الطبيعي without any dressing، يعني ما في اي نقوش، ايش بيكون؟ عبارة عن الشكل الطبيعي من الحجر، هو كان مستخدم للجدران. Stone basically is the wall construction material. It's the common type of face walls in Arab countries. نحن معظمنا. وطبعا هو يعتبر إضافة جمالية لأي بناء لها إيش استخدام الحجر. لازم نحكي نحن عن مصدر الحجر. نحن بالأردن نحن عندنا هون عبارة عن limestone origin، لكن بمناطق أخرى ممكن يكون عبارة عن sandstone origin أو basalt أو granite. هذا بيكون حسب المنطقة. إذا نحكي استخدام أو ستون
هالسيفلر ادفانتج از ستون وول، ديوربيليتي بيكون عندنا هاي سترينث، بيكون عندنا على فرض فاير ريزيستنج، بيكون في عندنا دام بروفينج او بيكون عزل بالنسبه للطرق للرطوبه، بيوتي بيكون ثيرمال ايزوليشن، فعده امور مجتمعه بتكون او استخدام ماشي من الحجر. رغم انه تكلفته المبدئيه او في تكلفه البناء ايش بتكون هي اغلى، لكن على المدى الطويل ايش يعتبر هو يعتبر نوع جيد كعزل للجدران. The quantity of stone is computed by calculating the area of walls depending on the external dimensioning. وبنفس الوقت إيش بدنا نأخذ considering the existence of openings. نفس الشيء أكيد الشباك إيش ما حيكون ما حيكون عليه حجر. هلا إذا بنحكي بالنسبة للستون، الستون وول إيش بيكون؟ إما يثبت on peering wall أو on grade beam. وإذا بتتذكروا حكينا ال peering wall by default إيش بتكون؟ أعلى إيش بتكون؟ 25 سنتي، إلا إذا كان محدد إيش في المخطط إنها تكون غير 25. لكن لأن إحنا فعلياً لما نحسب ارتفاع واشية الحجر بدنا نأخذ بعين الاعتبار هي مرتكزة على بول، هذا البول من سطح الأرض على ارتفاع 25 أو أكثر، أو إذا كانت على جريد بي بدنا ننتبه على هذه التفاصيل. The height of a stone wall increased by the 3 courses of 80 سنتيمتر from the height of the floor. يعني هي ما بتتوقف عند السقف ولا إما إيش بيتم بشكل أعلى، والمقصود اللي إيش بتكون تصوينة المنزل، بتكون أيضا إيش بتستمر الحجر للأعلى. لهيك إذا بدنا نحسب نحن الـ area of the stone wall بتكون external length of the face times the height of the face. طب كم الـ height بتساوي؟ كالآتي: slab level بتكون تماما أعلى شيء لأنه السلاب أوريدي بتتلبس كواجهة خارجية، slab level minus the ground surface level، يعني إيش بدنا نأخذ نحن فرق إحداثيات، أعلى نقطة minus أقل نقطة، minus 0.25، إيش الـ 0.25 بتكون؟ ارتفاع الـ wall أو الـ peering wall على سبيل المثال، plus 0.8، إيش الـ 0.8 حكينا؟ أعلى السلاب إيش حكينا بتستمر على الأقل 80 سنتي، اللي هي مثل التصوينة. هلأ بالنسبة ل نحكي بالنسبة ل الـ external length أوريدي إيش هنستعين؟ بالمخططات حتى نوجدها. هناك قطع خاصة في special types of the stone عادة يتم حسابها by item. أحكي لكم مثال على الصور، فمثلا الأعمدة الحجرية إيش بيحسبوها؟ بالقطعة على سبيل المثال. هذا الجزء العلوي على العمود إيش بيسموه؟ هذا الجزء بيسموه حجر المنابيع يعني، أو بيكون الكراون، هذا يحسب بالقطعة على فرض. هذا الكابينج أو الكافرتين المشربانيات إيش أيضاً تحاسب بالقطعة، فهذا بعض القطع الخاصة. هلأ مثل ما حكينا، هلأ إن شاء الله نحن لما نوصل المواصفات حنشوف أيضاً بعض اللي هي التفاصيل، بحيث إنه مسموح لنا نبني 3 courses at the same time. هذا الجوينت هاي موجود الفواصل إيش بيكون في عنا؟ تثبت أسافيل لأنه الحجر إيش ثقيل، الموتر بيكون بالفريش ستيت بيكون جداً طري، فإيش ممكن؟ تضغط. ونحن بدنا نحافظ على هذه الفواصل اللي هي بتكون عادة إيش بتكون 1.5 سنتي، هذا الفاصل سبق عنه horizontal أو vertical، اللي حتى بعد هيك إيش يعمل تكحيل الحجر، نعطيها شكل جمالي نهائي. أنا حتوقف لحد هذا اللي هو الستون وول، لهيك بالمحاضرة القادمة نحن حناخذ على فرض غرفتين بتفاصيل، أيضا إيش في عندنا elevation section، وحنحل نحن عدة مطالب. فحناخذ الهول بلوك، البلاسترينج، حناخذ البينت ايضا، ستون وول، التايل، وايضا السيلز، حناخذ عده تفاصيل على فرض لهذا المخطط. بعد حتكون نهايه محاضرتنا لهذا اليوم. اي سؤال او استفسار عن الشيء اللي اخذناه بخصوص الفينشينج؟ شباب صبايا على التيمز، اي سؤال عندكم؟ بغني عن ايش؟ طبعا اذا في حجر كيف تعمل كافيتي، مثلا بتعمل هيك لا بتعمل هيك. هلا ممكن انت تكون مثلا ثلاث واجهات حجر والثالثه تعملها كافيتي، بتكون بالخلف او غير ظاهره، اذا بدك عزل مثلا بيكون بهذا الشكل. نعم اوكي تمام. بس قبل ما اطلع، بس التيمز موجودين هلا، مين كنا قدم امتحان؟ طب شباب اوكي لو سمحت اوكي، بس احكي لكم هلا، انا بدي اعذر رسمي بالنسبه للامتحان، ما حاقبل اي شيء، ففي شغله اما حتجيبوا لي عذر طبي يكون شيء يعني موثق طبيا، او تقدموا عذر طارئ.
اوكي وتطبعوا لي العذر الطارئ من السيستم حتى اقدر اشيك انه قدمتوا هذا العذر، لانه عاد العذر الطارئ لا بالعميد في فتره الميد ما بشيك عليه، يعني بتركوا الموضوع بتركوا لصاحب او للمدرس. فبدي اشي على جهتين، اما شيء طبي تقرير سواء كنت مخالط كنت مصاب بهذيك الفتره اي شيء طبي تكون طبعا موثق ومختوم من مركز صحي او مستشفى، او انك ايش بدك تقدم عذر طارئ، رجاء نلتزم بهذا الشيء. والاسبوع القادم بدي تجيبوا لي اياهم حتى احدد لكم موعد الميك اب. اوكي موجودين على التيمز سمعتوني تمام؟ شفتوا الفحص الطبي بالضبط. اوكي بالضبط بالضبط، بدي فحص طبي او اي شيء مخالط يعني. هلا سواء كانت النتيجه انا ممكن بعدكم يكون نتيجه سلبيه، لكن كان بهذيك الفتره يكون خايف من موضوع المخالطه، بس بدي شيء فعلي يعني، بدي شيء رسمي انه انت عامل فحص او شيء بهذه الفتره تقدر انت. الله يعافيك يا رب. قبل ما انهي التسجيل في اي سؤال؟ مهندسة بس